واول حاجه بقى بعد ما فطرنا انا وصاحبتي قلت لها تعالي يا بنتي ايه نشرب كده كوبايتين قهوه، قالت لي ماشي. رحنا سالنا عليها لقيناها ب25 جنيه. وهنا بقى سلمى بنت عبير بصراحه كانت بصوا خانقاني ومزهقاني ومطلعه عينيا زي ما انتوا شايفين كده، كانت مكرهاني في عيشتي. قلت لها يا بنتي زبيني كفايه القهوه عليا، مفيش فايده انا وهي عمالين نتخانق. هي شكلها حلو لكن طعمها مش حلو خالص، المفروض دي انها قهوه بلبن. بصراحه خساره فيها الفلوس اللي اتدفعت، بس احنا الحمد لله جبنا كوبايه واحده بس. لا ده انا مش عايزه. انت اللي قلت، انت اللي قلت. انا مش عايزه.